برنامج بوليفارد المواهب، البرنامج اللي بديت فيه مشواري وأيضا تعرفت على المجال من زاوية مختلفة. اشتغلت في هذا البرنامج مع أشخاص مهنيين يتجاوز عددهم 350 شخص، تعاملت معهم بحرفية وأيضا تعلمت منهم أشياء كثيرة. المختلف في هذا البرنامج أعتقد أن الجميع كان يتعامل مع الآخر كجزء من العائلة. وأنا طلعت بعائلة كبيرة من مختلف الدول العربية، واللي أنا متأكدة أنه بنكون على تواصل حتى بعد ما يخلص البرنامج. أعتقد أني كنت محظوظة جداً أني أكون جزء من هذا البرنامج الضخم، مو فقط لأني تعاملت فيه مع أكثر من 350 شخص مهني وتعلمت منه، إلا أنه أيضاً يعرض على أكبر شاشة في الوطن العربي. وأنا أعتقد أننا اشتغلنا على أكثر من برنامج في نفس البرنامج، لأننا كنا متواجدين على إحنا كمان عايزين نقول لك حاجة يا أزواج، احنا كمان عايزين نقولك على حاجه. احنا بنشكرك جدا على كل حاجه عملتيها معانا. كنت نعمل اخت لينا كلنا من ورا ايوه من سياحك. مشوارنا في البرنامج خلصت بسرعه. اسفين، احنا بنحبك قوي، ومن غيرك مستحيل كان البرنامج يطلع بالشكل ده. قول كلمه. مشوارنا في البرنامج كان مره حلو، وانت اكيد كنت جزء، لك جزء كبير في يعني مخلي البرنامج كيف في البرايم بتخلينا باحسن صوره في توليع الشو يعني ده. والله عليك يا بسمة، الله عليك يا فادي، الله عليك يا هيكة، الله عليك يا زينب، الله عليك. كل واحد عنده ذكريات معك بمطرح معين، ان كان بالبرايم او بالفار بلاس او باليوميات، وحتى صوتك هيك يعني دائما بدينتنا، فما بعرف كيف رح نقدر نتحمل. شكرا شكرا. I love you guys. بنحبك قوي.